أهلا بكم في صدى أقلام جديد، نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف العراقية والعربية والدولية، ونبدأ بعد الفاصل. ونبدأ من صحيفة العربي الجديد ومقال الكاتب عبد اللطيف السعدون: ثمة ما هو جديد في لعبة الكلمات المتقاطعة التي يجري تداولها بين رجال السياسة وزعماء الميليشيات في العراق، وجديدها هذه المرة دخول القضاة عنصرا فاعلا في إدارتها وتدخل في مسارها. هكذا بررت المحكمة الخائفة والمستسلمة بتعبير مقتدى الصدر وجوب الحل، لكنها عادت لتقرر أن الحل يجب أن تكون له مبرراته، وكأنها تريد أن تقول إن ما طرحته ليس كافيا ولا يرقى إلى تبرير الحل. وفي التفاتة ثالثة رأت أنه لا يحق لها دستوريا اتخاذ قرار الحل، وإنما هناك جهة مختصة لها سلطة اتخاذ قرار كهذا إن توفرت المبررات. وبذلك نزعت المحكمة عن نفسها مسؤولية اتخاذ القرار المطلوب، لتعيد بذلك المسألة إلى نقطة الصفر. في هذه المرة بدت المحكمة مروجة مطلب أحد طرفي الخصومة، وهو الإطار التنسيقي، لأجل تمرير صفقة سياسية يستطيع من خلالها نور المالكي أن يعود رجلاً أول في المشهد السياسي. يسجل على المحكمة الاتحادية أنها كما فعلت في مرة سابقة عندما اتخذت قراراً منحازاً بخصوص الكتلة الكبرى، فإنها في هذه المرة أيضاً تكون قد غادرت موقعها القانوني وأخذت تشتغل سياسة لمصلحة أطراف معينة، متخلية عن صفة الاستقلالية التي ينبغي أن تتصف بها كي تقيم العدل وتحكم وفق ما يقرره الدستور. وهكذا يصبح رجال القضاء كمن يرون ضوءا في آخر النفق، ثم يسارعون إلى بناء نفق أطول، وتكبر لعبة الكلمات المتقاطعة، وتزداد عقدة الاستعصاء، ويبتعد الحل، ويستمر تعطيل مصالح الناس التي تزعم المحكمة حرصها عليها، كما يصبح التهديد بسلامة البلد الذي وضعته المحكمة على كف عفريت أمرا مقدرا ولا مفر منه. ما العمل إذن؟ مع تعدد السيناريوهات المحتملة واختلاط بعضها ببعضها الآخر، يصبح من الصعب القول إن العراق مقبل على مرحلة استقرار وهدوء، بل قد يستمر الصدام بين القوى الفاعلة اليوم في المشهد السياسي، وقد يتطور الصدام إلى ما هو أعنف وأكثر حدة، إلى درجة أن يغري ذلك قوى خارجية بالتدخل لحماية مصالحها. عن محنة الأطباء في العراق كتب نهاد الحديثي مقالا في موقع كتابات: مع استمرار تراجع الخدمات الطبية وتدهور الواقع الصحي في العراق، وبضمنه تناقص عدد الأطباء خاصة الاختصاصيين، ترتفع حالات الاعتداء على الأطباء، وارتفاع الضغوط على الأطباء يفسد المبادئ الأساسية لمهنة الطب. الاعتداءات أصبحت حالة عامة في عموم محافظات العراق. محنة الأطباء ليست وليدة اليوم، وإنما هي تتفاقم يوما بعد آخر منذ غزو العراق، وفسح المجال واسعا أمام تغلغل الطائفيين والفاشلين والمزورين والفاسدين والحرامية وسط الأحزاب المتنفذة في العراق الجديد. والشروع بتنفيذ مخطط تصفية عقول العراق بهدف إفراغه من علمائه وكفاءاته، الذي راح ضحيته لحد الآن أكثر من 5000 عالم وأكاديمي وكفاءة علمية وفنية. العراق بأمس الحاجة إليهم، نتيجة لاستهداف الكفاءات العلمية والخبرات الطبية وتصفية المئات من الأطباء جسديا، واضطرار آلاف الأطباء لمغادرة العراق أو تركهم للعمل مجبرين. لم يبقى في العراق سوى عدد قليل جدا من الأطباء. أصبح في العراق اليوم طبيب واحد لأكثر من 40,000 مواطن وفقا لأعضاء في لجنة الصحة والبيئة النيابية، وبذلك أصبح العراق يمتلك أطباء أقل بنحو 50 مرة مما لدى الدول النامية الأخرى، ومنها من هي أفقر من العراق بكثير. ويبدو أن المخطط الإجرامي يتواصل حتى تحقيق الهدف المرسوم، وهو إفراغ العراق من آخر طبيب
ذي كفاءة وحريص، وليتواصل تدهور الخدمات الطبية وفقدان المزيد من العراقيين لحياتهم، ولا سيما أن هذا الهدف المفضوح يقترن باتساع حجم الأمية، خاصة وسط الأمهات، وهو أمر مقصود مصحوب بتشجيع ظاهرة عمالة الأطفال المؤلفة من التلاميذ الذين تركوا الدراسة مضطرين لمساعدة عوائلهم الفقيرة ضمن سياسة إشاعة الجهل والتخلف في شتى الصعد التي يستكملها انتشار الدجالين والمشعوذين في قطاع الصحة من خريجي مرادي وأمثاله، الذين راحوا ينافسون بعدد مراجعيهم من دون مبالغة مراجعي خيرة الاختصاصيين في الطب الباطني والجراحة والنسائية والأطفال. وضمن هذا المخطط الخبيث أصبح الطبيب هو المستهدف، يوجه له بعض الناس غضبهم تذمرا مما يعيشونه حاليا من إرهاب وترويع وقهر. من صحيفة الميثاق الوطني نقرأ مقالا للكاتب زياد المشهداني: بين الحين والآخر تظهر جثث جديدة من تحت أنقاض المنازل، كان آخرها العثور على 7 جثث من بينها طفلان بعد انتهاء التحرير المزعوم الذي تحتفل فيه الحكومة اللادستورية كل عام، تقيم الطبولة والأفراح والمسرات وكأن التحرير واقعي، متناسية أن النصر لم يكتمل عدا أن داعش ما زال موجودا ويظهر في كل خلاف سياسي بينهم. تحتفل الحكومة على جثث ما زالت تحت البيوت لعوائل دفنت بأكملها. استعملت القوات الميليشياوية والحكومية المدعومة من إيران مع قوات التحالف سياسة الأرض المحروقة، وقصفت المدينة بأنواع الأسلحة حتى المحرمة منها، فقتل عشرات الآلاف من المواطنين، ولم يتم التعامل مع أهل الموصل كمواطنين بل نظروا إليهم كإرهابيين. أدت معارك التحرير المزعوم إلى سقوط أكثر من 250,000 عراقي بين جريح وشهيد، وتغييب أكثر من 10,000 مواطن، وتدمير أكثر من 56,000 منزل، وتسجيل 11,000 مفقود لا يعلم مصيرهم، وتهجير 983,000 عائلة سكنوا العراء، عاد بعضهم بعد انتهاء العمليات العسكرية، وبقي الآخرون منهم ممن تدمرت مدنهم أو من سيطرت عليها الميليشيات ولا تسمح برجوعهم واتخاذها مقرات لها، فضلاً عن اغتصاب الأراضي وتزوير العقود لتوزيع الأراضي على عناصرها وأتباعها لإحداث تغيير ديموغرافي بالمنطقة يتماشى مع خطط إيران التوسعية. لم يتخلص أهل الموصل من تنظيم داعش إلا بالاسم فقط، لأنهم عادوا باسم الميليشيات المتسلطة على رقابهم، وبقي أبناء الموصل بين فقيد ومغيب، ومن هو تحت الركام لم يدفن. مناشداتهم لا تسمع، ومدنهم لم تتحرر، وخسائرهم لا تعد ولا تحصى. ومن تسبب بسقوط المدن لم يحاكم، وعلى رأسهم نور المالكي، بل ما زال يحلم بعودته إلى السلطة ليسلم العراق كله لإيران هذه المرة. الحكومة بحاجة لما يحاكمها بعد أن نخر الفساد كل جزء فيها ووصل حتى لتسييس القضاء، فمثل المالكي كيف له أن يبقى حرا طليقا بعد كل هذه المجازر؟ قال المعلق في مجلة فورن بوليسي وأستاذ الصحافة بجامعة كولومبيا هاوارد دبليو فرينش: إن الملكة إليزابيث الثانية ليست بريئة من خطايا الإمبراطورية التي حكمتها في فترة انحدارها. وقال إن الملكة الراحلة جسدت وساعدت على الترويج لأمتها بدون انتقاد أو اعتذار عن ماضيها. وعاد الكاتب إلى أواخر خمسينات القرن الخامس عشر عندما شعرت ملكة إنجليزية اسمها إليزابيث بالقلق من التطورات في أوروبا ومن تخلف بلادها عن اللحاق بركب بناء الإمبراطوريات الجديدة في الخارج. كان البرتغاليون والأسبان قد أسسوا هيمنة مبكرة في هذا المسعى، وقد أظهرت البرتغال الطريق لذلك من خلال كسب ثروات من التجارة مع غرب أفريقيا مقابل الذهب بداية من أواخر القرن الخامس عشر.
وذلك قبل أن تتقن الصيغة الثورية التي ربطت بين الزراعة والعبودية القائمة على العرق لإنتاج السلع الاستوائية في ساو تومي الصغيرة. كان تاريخ بريطانيا الإمبريالي قبل الملكة إليزابيث مقتصراً على هيمنتها على إيرلندا، إلا أن الملكة التي ارتبط حكمها بشكسبير ومسرحياته كانت تريد مسرحاً أوسع، ولهذا شجعت النبلاء وكذلك القراصنة مثل جون هوكينز للمغامرة أبعد من القتال الإنجليزي والهجوم على السفن الإسبانية والبرتغالية ومصادرة العبيد والذهب الذي استخرج من غربي إفريقيا. وموقف بريطانيا الخشن لا يقتصر على الأفارقة، فسياستها من تجارة المخدرات لموازنة تجارتها وتوسيع هيمنتها على الصين مثال آخر. وتسببت بريطانيا بالمجاعات عندما استخدمت المحاصيل في الهند وفرضت الضرائب لتمويل حربيها في أفغانستان وجنوب أفريقيا في أثناء القرن التاسع عشر، في وقت دمر فيه المستعمرون كل برامج الإغاثة للمواطنين الذين نظروا إليهم باعتبارهم زائدا لا أهمية اقتصادية واجتماعية له. صحيح أن الملكة إليزابيث الثانية وخلافاً لإليزابيث الأولى لم يكن لديها سلطة على شؤون البلد، لكنها ظلت وطوال رحلاتها في المجال البريطاني السابق تروج وتجسد النظام الإمبريالي، ولم تنتقده أبداً أو تعتذر عما حصل في الماضي. كيف سيغير التقدم الأوكراني الأخير في شمال شرق البلاد معادلة الحرب للرئيسين فلاديمير بوتين وفولديمير زيلينسكي؟ يعلق ديفيد أغناطيوس في صحيفة واشنطن بوست أن المعادلة الجديدة بعد التقدم الذي حققه الجيش الأوكراني تضع زيلينسكي في موقع القوة، فقد رفض في الماضي التفاوض، فالصورة من موقع الضعف. فالصورة الحالية هي أن طرفاً في الحرب حقق انتصاراً باهراً وتكبد الطرف الآخر هزيمة منكرة. فمن جانب الرئيس الأوكراني فهو بطل، فهو ممثل ومقدم برنامج تلفزيوني سابق، حيث اندمج حضوره المسرحي بشجاعته عندما وقف ضد موسكو واستمع لقادته العسكريين عندما قاموا بالسخرية ووضع الغزاة الروس في مصيده وحشد مواطنيه من أجل مواجهة الروس بشجاعة. هذا عن الرئيس الأوكراني، فماذا عن الرئيس فلاديمير بوتين وهو الخاسر هنا في الجولة الأخيرة ولكنه ليس الرجل الذي يتقبل الهزيمة؟ والآن سيرى الروس في موسكو وسانت بطرسبورغ أن عملية بوتين الخاصة مهزلة، ويقول داعموه في تيليجرام وحتى أنصاره عبر التلفزيون الرسمي إن القوات الروسية هزمت وبدأت أصابع الاتهام توجه والسكاكين تشحذ وتوجه إلى ظهر الجنرال فاليري جيراسيموف قائد هيئة الأركان الروسية ولظهر سيرجي شويغو وزير الدفاع، لكنها لم توجه بعد إلى بوتين. وهذه هي طبيعة النظام الذي أقامه، فلا أحد هناك ليخلفه فعلياً. وبالنسبة لإدارة بايدن فقد أكدت على ثلاث نقاط بشأن الحرب، فهي ملتزمة بدعم أوكرانيا بالسلاح الذي تريده للدفاع عن نفسها ولا تريد حرباً مع روسيا، وتؤمن بتسوية النزاع عبر الحل الدبلوماسي، ويجب أن يتم التركيز على الأهداف الثلاثة في ضوء التقدم الأوكراني. لرسوم الكاريكاتير أسلوبها الخاص في نقد الواقع.
كشفت صور مذهلة لسديم الجبار التقطها تلسكوب جيمس ويب مؤخراً عن تفاصيل معقدة بشأن كيفية تشكيل النجوم والكواكب أو تشكل النجوم والكواكب وفق تقرير نشرته شبكة CNN البريطانية. وسلطت الصور الضوء على بيئة مشابهة لنظامنا الشمسي عندما تشكل منذ أكثر من 4 مليار سنة. وقالت عالمة الفيزياء الفلكية بجامعة ويسترن أليز بيثرز في بيان صحفي إن مراقبة سديم الجبار ستساعد علماء الفضاء على فهم أفضل لما حدث خلال 1 مليون سنة الأولى من تطور كوكب مجرة درب التبانة. وأضافت: لقد أذهلتنا الصور المذهلة لسديم الجبار، بدأنا هذا المشروع عام 2017 وكنا ننتظر أكثر من خمس سنوات للحصول على هذه البيانات. وأظهرت صورا عن سديم الجبار محجوبة بكميات كبيرة من غبار النجوم، ما يجعل من المستحيل دراسة ما يحدث في الداخل بأدوات مثل تلسكوب هابل الفضائي الذي يعتمد بشكل أساسي على الضوء المرئي. وحاضنات النجوم مثل سديم الجبار مناطق في الكون محجوبة بكميات كبيرة من الغبار الكوني، ويصعب رصدها في الضوء المرئي باستخدام التلسكوبات التقليدية. تعرف سلطنة عمان بأنها المنطقة الثانية عالمياً من حيث عدد سقوط النيازك فيها بنسبة بلغت 4% من النيازك التي وجدت على كوكب الأرض. وتعتبر النيازك الصخرية الأكثر انتشاراً في السلطنة التي سبق أن عثر فيها على 55 نيزكاً من القمر و12 آخرين من المريخ. ومن أشهر النيازك التي عثر عليها في عمان نيزك جدة الحراسيس 91، وعثر على عدة آلاف من القطع النيزكية على سهولها الصحراوية، وهي تنتمي لنيازك أصلها يعود إلى القمر والمريخ والكويكبات التي تدور في المجموعة الشمسية. والدراسات التي أجريت على هذه النيازك تحكي الكثير من التفاصيل عن نشأة الكون والقوانين الفيزيائية التي تربط بين أجرامه. الدراسات العمانية الرسمية أسفرت عن توثيق أكثر من 7000 قطعة نيزكية وبوزن يتجاوز أكثر من 6000 كيلوغرام. والآن أدعوكم لمتابعة هذه المادة الفيديوية التي اخترناها لكم من مواقع الصحف. في الختام أشكر لكم حسن المتابعة، أستودعكم الله.